سوينا لين اليوم ونحن ما نخضع الراس. مليون سؤال تقولي لي شنو السبب اللي خلاني اسوي كل هذا؟ راح لفت واقول لك والله العظيم ما ادري. أنا شنو ذنبي؟ أنتي هلأ بنظري إنسانة ميتة. يعني انا وظيفتي بدي اتعرض كل هاي الشركه للمخاطر ارجوكي ارجوكي انا بدي اقابل المديره. اللي صار طبيعي ومتوقع، بس نحن المفروض ما نضعف قدامه. سهام، هذه المره الثانيه اللي حاولت تحر فيها. دكتوره قلنا ما على يايا تعالج الولد، لكن تدخل حياتنا وتقلبها فوق تحت. لا، ما كنت حابة افتح الموضوع لما اشرح لك شعورك، بس اذا هالشي بده يضل يوجع لي راسي مضطرة اقلك انا ما بفكر فيك اكثر من خي وزميل وبس. نوار، انت هون بدبي، يعني كل حركة بكل ثانية محسوب عليك. ما خلت لعبة في السوق الا واشترت حقك. لا تنسى ان في البلاد محاكم وانية واحد يقدر يكمل الشغل. انا بخيل؟ انا مستغرب انتوا امثالك شقا صرتوا مخرجين. تعرف قد ما انا مبسوطة ما حابة انه اليوم يخلص. لا حبيبي ما يقولون كذي، وانا ابغاك تسوي دائما تضحك وتسولف. ها تقعد بروحك حزين كذي في البيت ويالس. انت عمر ولدي الريال تسمع ما يسمع؟ شو نسوي له؟ ناكله لازم ناكله. اذا في اتجاه صح لمشاعري فهو هذا الاتجاه. مشاعرك لازم تتوجه بالاتجاه الصحيح. هيدا هو الموظف اللي خبرتك عنه. عاجبك حضرتك هيك لانه تنازل عن بعض المشاهد، بس مو تتنازل عن المسلسل كله. فابغي اشوف الدكتورة. على راحتك، تبغي تشوف ابوك تعال وراي وشوفه. انا ابدا ما ارفض ان تكون بيننا علاقة احترام وود واتزان، اكثر عن كذي لا. انا معاك التواضع حلو، بس مش هو بس المتواضع، اللي اعرفه ان اهل الامارات كلهم متواضعين. فإذن أنا إلي الشرف أقعد مع كل أهل الإمارات. كيف أغلطتوا معي؟ كيف؟ يعني شوية إنجليزي وبرنامجين بالكمبيوتر بدون يدمروا لي حياتي ويقلعوني من وظيفتي؟ حياتك؟ لا أصلاً شو دخلنا بحياتك؟ أنت منك موظف معنا بالشركة، ما عندك عائد بالشركة، منك موظف لحتى تنفصل. يعني أنا من لما طلعت من سوريا وجيت لهون مفروض أني أنا مرتبط معكم، شو هالحكي؟ أنتوا قلت السي في تبعي. الحب بيلغي الزمن مثل ما بيلغي المسافات. أي حب هذا يا بنت الحلال؟ أي حب هذا اللي بين يوم وليلة بارك الله فيك؟ غلط،
الحب بيجي بأي وقت وبين أي اثنين وبأي زمان وبأي مكان. هلا سلطان. هلا. إيش حالك؟ أنا تمام الحمد لله. أنت إيش حالك؟ بعدنا عايش. وبتم عايش بإذن رب العالمين. سلطان، أنا آسف على اللي صار ذاك اليوم. كان عقل بكان ثاني. أنسى يا عمي أنسى، ولا كأنه صار شيء. أنسى؟ أنا لو كنت قادر أنسى كان نحل كل شيء. أنا أحس أن أنا الوحيد المحروم بهالعالم من نعمة النسيان. أقولك يا أخوي يا وضاح، مو بيومين، كابوس كابوس. الله وكيلك. والله والنعم فيها الدكتورة. أقول لك كابوس تقول لي دكتورة؟ صدق عاد؟ الدكتورة هذه مو بهينة، عارف شغلها صح. أول مرة بحياتي حد يجي ويعلمني الصح من الغلط، خلتني أشوف البلاوي اللي فيني كلها. بيني وبينك، أنا دائم كنت أقول لمروة. شو كنت تقولها؟ كنت أقولها ودي أنبه علي من مبالغته في الشغل، إن هالشي راح ينعكس على بيته وأهله. بس كنت أنحرج منك وخايف تزعل مني. يا ريال لا تنحرج ولا تخاف، حتى لو يوتني وكلبتني اصلا ما كنت برد عليك. تدري ليش؟ ليش يا اخوي؟ الدكتوره هذه مو بس شخصت الولد وحالته، هذه يد حطت يديها على الجرح. لو تعرف اسمك وضاح بتقول لي غيره. والله ما قصرت الدكتوره، جزاها الله الف خير، الله يحفظها ويوفقها ان شاء الله يا رب. بس ترى عمر محتاج من وقت عشان يتعود على حياته الجديده. أكيد. عن جد إنك رهيبة سهام، الموضوع ما يبالك كل هالعبقرية. أنا ما قصدي كيف حللتي شخصية الولد وقدرت عليه، أنا قصدي كيف قدرت توجهي بيه. أنيانة للصدق، ترى الولد شخصيته جدا قوية، بس الله سبحانه يوم يبغي يوقف مع الإنسان بطريق الخير. أكيد. ما بتزعلي إذا بقلك شيء؟ ما بزعل، قولي. أوقات بحس إنه قد ما بتحلل الشخصيات هيك وبتفوت بعمقة، إنه هالشي ممكن يأثر شوي عليك. قصدك استويت ريال؟ لا لا أبدا ما قصدي هالشي. عادي حبيبتي كملي، ما بزعل. إنه ما بتفكر تتجوزي مثلا؟ كل شيء قسمة ونصيب. طب هلأ خليني خبرك عن حالة خيال ريم. منو ريم؟ ريم اللي شفتيها معه بالمستشفى هيديك المرة. خيال ريم يا ستي عنده شوية مشاكل نفسية، حاول الانتحار كذا مرة، ودايما هيك بتحسيه حابس حاله، وأهله عم بجربوا يساعدوه بس ما عم بيقدروا. فياريت انت فيك تعملي شي هيك وتفوتي تعالجي وتخلصي شوية من هالوضع. الريالي بحالته تقطع القلب، أنا شفت حزن الدنيا كلها بعيونه. شو اسمه؟ اسمه نوار. تصدقين يا بنتي أنا أفتخر أني ربيت وحدة مثلك. أنا فرحان فيك يا بنتي. إي والله، نحن يا بنتي نحن ترى ما نرضى بظلم الناس، ولا نحن نبغي نقطع أرزاقهم، ولا نحن شالين السيف على رؤوسهم إذا ما كانوا مثل ما نبغي. لا، بلادنا والله الحمد مفتوحة للكل، اللي يبغي يشتغل بصدق وحب واجتهاد وإخلاص أهلا وسهلا فيه، اللي يبي يتلاعب لا والله يقبض الباب ويصير عنا بعيد. شوفي يا بنتي، من اليوم هذا الموضوع برمته، حلوة برمته، برمته بين يديك، وإن بغيت توظفين الريال من باكر. مشكوري بما قصرت.
عفا عليك يستاهل يستاهل عتصد يستاهل. تعرف ودي الحين أروح غرفتك وهي بالعود يا أخي اشتقت تسمع لك وانت تعزف وتغني. أي عود يا سلطان؟ العود راح كسرته. كسرته؟ عادي صراحة مالك حق، ترى إذا ابتعدت عنه أنت الخسران. يا أخي المشكلة أن ما حد فيكم فاهمني. يا أبوي شو اللي مو فاهمين؟ كل واحد فيكم أكلمة يعطيني نظرية شكل. الحين بالله عليك وين الغلط في الكلام اللي قلته؟ عيل أنت تتخذ مشكلتي بكلامك كأنك تبي تقول لي أن مشكلة حياتي بتنحل بالعود؟ يا أحمد يا أحمد هذا شيء طبيعي، أي مشكلة في الحياة تنحل بشكل تدريجي. أنا ما أدري ليش معقد الأمور ومكبرنها بدون أي مبرر. يا سلطان شو ياس تقول؟ افهمني أرجوك افهمني. يا أخي عيل أذبح أمي وأدمر عائلة كاملة وتقول لي بدون مبرر؟ عيل شو المبرر عندك يا أخي؟ أحمد أحمد إيش فيك؟ ترى صح ربيعك بس ما أسمح لك ترفع صوتك. سمعت ولا ما سمعت؟ اسمح لي، أنا شر علي قاعد يا واحد متخلف ومسرق بعد. عيال عشان ما شر إيش فيكم؟ لا عمي ما صار شيء. أنا استأذن. درب اللي ودي أحمد أرجوك أبوي الله يخليك خلوني بروحي. شر علي أنا كل يوم أموت بتعذب جدامكم. يا ليتكم خليتوني أموت، ليش تعذب جدامكم كذي؟ تنازل عن بعض المشاهد بس مو تتنازل عن المسلسل كله. هاي بكلم سلطان ما يرد على التليفون ولا احنا ما يصير نسكت اكثر من كذي. زين يا بنتي شو اللي طالع بيده تسوي؟ شوف طبيب نفسي. ريم لا تبين هالطاري على لسانك. يبا يبا الله يهداك ما يصير كذي. يعني احنا ايش علم كلام الناس؟ يا بنتي انا مالي شغل بكلام الناس، انا علي من ولدي من اخوك. اخوك اذا سمع السالفه هذه بيجلب الدنيا علينا فوق تحت. والله يا بابا ترى صار في شيء ما حد راح يلوم نفسه كثرنا. يصير خير باكر باكر نتصرف. أستاذ صالح أرجو أن الموضوع ما يكبر أكثر من كذي. اللي سواه خالد ما ينسكت علي يا فاطمة. اللي سواه خالد مفروض أنه يونسك لأنه يبي مسلسلك يطلع أحسن مسلسل. أنا أفهم أكثر منه في الفن، بعدين ما حد طلب مني تفلسف في المسلسل على حسابي. شو هالكلام اللي قاعد أسمع أستاذ صالح؟ إلا هذا هو الكلام. يحمد ربه أن أعطيته فرصة كبيرة مثل هذه وبدل ما يشكرني مسوي علي نفسه عنتر. إذا هذا آخر كلام عندك فاسمح لي أنا بعد مجبورة أقول لك إن أنا ما راح أجي التصوير لما يرجع أستاذ خالد. شو هالكلام يا فطوم؟ اللي سمعته. بس نحن بيننا عقد. أنت عارف زين يا أستاذ صالح إن العقد ما يسوي شيء للممثل. يعني بأي يوم أقدر أقول لك إني مريضة وما أقدر أجي التصوير وأنت بوقتها ما راح تقدر تسوي شيء. عاد تعال شوف الخسائر اللي راح تخسرها بعد ما تفركش التصوير. أظن المبلغ اللي بتدفعه أكثر بوايد من مبلغ الوجبات اللي طلبها خالد للمشهد. عن إذنك. صباح الخير. ايه شو بكي؟ ضايقة. خير شو في؟ انا عندي مصيبة اكبر من مصيبة احمد اخوي. يا الله صار شي جديد؟ امس طرد رفيجي من البيت. يا ستي بسيطة، لو ما انت فتحتي لي السيرة كنت انا رح افتح لك السيرة. ليش خير شنو في؟ تتذكري الدكتور نجود اللي شفناها بالمستشفى وقت خيك؟ اي ذكرتها امبارح كانت عندي بالليل.
ومن سيرة لسيرة فتحت لها موضوع خيك أحمد وخبرتها كل اللي عم بيصير معه. ليش هي؟ شنو تخصصها؟ هي طبيبة نفسية، بس ما بخبرك قديش شاطرة وقديش ذكية. اي بس انا اللي عارفة الطبيب الناجح لازم يكون عنده خبرة، وهي شكلها صغيرة. شو بدك بهالحكي؟ هذا كله كلام فاضي، الذكاء منه مرتبط بعمر. طيب هي ايش قاعدة حالتها؟ ما بتصدقي؟ لا عاد يلا الله خيرك، قولي لي شنو في؟ تحمست كثير وقالت انه هي بتموت لتعالج الحالات الصعبة. سهام انا صراحة ماني مخلي احمد اخوي حقل تجارب حقها. لك لا يا ريم ما تفكري هيك، انت ما بتعرفي بعد شو بتقدر هي تعمل. يعني اذا بخبرك عن اخر حالة علاجتها ما رح تصدقي. شنو قولي لي؟ طيب شوفي يا ست اسمعي. مشكورة اللي تكلمتي، بس ما له داعي، انا خلاص كرهت المسلسل. خالد انا ما سويت كذي علشان اسمع منك هالكلام، بعدين ما كنت اتوقع تتنازل عن مشروعك بهالسهولة. اذا هو صاحب الحلال تنازل، تبين انا ما اتنازل عنه بهالسهولة؟ صاحب الحلال تاجر، بس انت فنان. بصراحة ما ادري ايش اقول لك، ما راح نسوي فتك معي. خالد انا ما سويت هالشيء علشان احملك جميل وعشان اسمع منك هالكلام. انت حبيبي وراح تصير زوجي ان شاء الله، هذا اقل شيء اقدر اسوي لك. خالد ارجوك اذا اتصل عليك صالح لازم ترجع، عاد لا تصير اناني كذي، على الاقل علشان الناس اللي بنوا امال علشان يشتغلون معك. وش اللي خلاك متاكده انه بيتصل؟ لانه ما عنده غير هالحل، اكيد بيتصل، وهو يعرفني زين، اذا حبيت اخرب عليه راح اعرف اخرب عليه عدل. وانت ان شاء الله بترجع، لا ومو بس كذي، بشروطك بعد. الله كريم. شو رأيك باللي سمعته؟ اللي قلتي؟ أحس أنا ذكية صدق. طب شو بحكي معه مشان خيك؟ أمس أنا أبوي كنا نتكلم في الموضوع، أحس إن شوي الموضوع صعب، خصوصا أبوي يقول إن الحين حالته صارت أصعب، أحس هذا بتثقلها عليه. طب ليه أنت ما بتحبلي معه؟ أنا ما أقدر، أخاف أخسر ثقته فيني، خصوصا هالأيام هو حابني. والله ما أدري شو أقولك. هي صدق على طاري الموضوع، أبوي وافق إنه يعطينا ورفة تدريب مع شغل. الله يخليك تخلصين من هالموضوع، أنا مخي وايد مشغول وما أقدر أفكر. خلاص من عيوني حبيبتي، مشكورة. أخ من الممثلين وكبر راسهم، لو بيدي كان كسرت خشومهم واحد واحد. ألو خالد، الله يخليك الله يخليك، تعال وخلصني من هالورطة اللي أنا فيها. يا خالد لا تصير مثل الأطفال يا هال. خلاص أنا لو طلبت منك مرة ثانية تشتغل وياي لا تشتغل. زين زين أنا مستعد، أنا موافق على كل شروطك، بس الله يخليك تعال خلصني يا أخوي. صباح الخير. صباح النور. عفوا تحت قالوا لي انه لا انسى سهام عم تستنانا. هو مكتبها اللي قدامي بالضبط. ايه بعرف، بس ما في حدا بالمكتب. يمكن هي بتعمل اي حاجه في الشركه مش عارفه بصراحه. طيب بس حضرتك اذا يعني عاوزها ضروري ممكن تدخل تستناها، زمانها جايه اكيد. بصير يعني ما في مشكله. تفضل. طيب شكرا. العفو. طيب انا رح روح اشوف نوار لانه هلا واصل ورح ادرك لحالك. يلا ما تقولي لي هذا اللي دعستيه. الشخصيه متزوجه وطبعا رح تكون فاطمه، الممثله فاطمه رح تكون معنا في شكل مختلف، اجواء جديده.
خالد بصراحة ما تشوف إنه القصص الرومانسية يمكن إحنا كمتابعين للدراما تشبعنا من هذه الأنواع من القصص، ولا في شيء جديد بالعمل؟ والله شوف إحنا الحين الناس قامت تحب رومانسية، يعني قبل كانوا يحبون مثلاً البنجي والرومانسية، والحين اللي مو صاير موديل الوقت هذا. ما أقدر أصدق عيني. في شيء؟ لا ما في حكي. أكيد هيدا هو. إيه هذا هو. لك معقولة؟ كلنا عايشين. شو حلوة الصدفة؟ اسمه خالد جاسم. شو عم بتفكري؟ خبرنا عن وجوه. شو نقدر أوصل له؟ لا هيدا سهل كتير. هلأ صار فيك تسألي عنه، صرت تعرفي اسمه. يعني من كلامك كنا تشوقنا، وأنا واحدة منهم لهذا العمل اللي نحن نترياه بفارغ الصبر. كلمة أخيرة تحب تقولها حق كل المشاهدين اللي الحين قاعدين يتابعونا؟ كلمة أخيرة أقول الله يوفقنا إن شاء الله، ويشوفون عمل وايد حلو. العمل هذا راح يكون مفاجأة للجمهور، أنا متحدي وايد ناس. إن شاء الله يا رب تابعونا وتستانسوا من العمل. كل الشكر أكيد للمخرج الإماراتي خالد جاسم، يعطيك العافية. الله يعافيك. سوري معلش، هي يعني أكيد في حاجة شغلتها، زمانها جاية ما تقلقش. لا ما في مشكلة، بسيطة بسيطة عادي، بس كنت بدي خلص خلص خلص. تفضلي ما في مشكلة. يعني كنت آسف، أنا كنت خلص ما في مشكلة لا كنت بدي أسألك شغلة بس حاسك مستعجلة يعني. لا معك حق تضحك يا فكرة إنه أنا فايك بالحيط. خلص شكرا. لا أنا مش قصدي والله، ما تزعلش. لا لا معك حق، بس يعني أنا كنت خلص. شكرا كتير إليك، أنا آسف عذبتك معي، شكرا. طيب بس بجد اذا محتاج حاجه اساعدك فيها انا ممكن اساعدك. لا هو الموضوع اللي بدي اقول لك اياه بصراحه هو طويل، مشان هيك حاسك مشغوله فبدي احكي، بحس حالي بدي اخذ لك وقتك. انا اتفقت مع المديره ريم بنته لصاحب الشركه انه هي، لانه هي المفروض ترد لي خبر عن وظيفتي، بس يبدو عن طريق الانسه سهام اللي لسه ما اجت. بس هذا هو الموضوع يعني. يعني حضرتك معنا في الشركه ان شاء الله؟ ايه. لا لا يعني لهلا شفتي عم معك حق، معك حق، فايت في الحيط. لا بس أنا بصراحة مش فاهمة منك حاجة. لا أنا قصدي حضرتك إنه أنا ناطر خبر وظيفتي عن طريق الأستاذ ريم. بس أوكي فهمتك، ولا يهمك، زمنها جاي. شكرا ولا. بس عارفين شو اللي خوف بالموضوع؟ شو هو؟ خايف يكون إحساس اتجاهي عادي، وانا حللت مشاعره غلط. لك لي انت شفتي غير هالدقيقتين لتحللي مشاعره غلط؟ ما يخالف، بس هذا مو معناته انه هو انجذب لي. لا بتقدري تقولي لسبب بسيط جدا، انه هيدا هو يلي شفتي بعيونه. طيب يلا انا خليني اروح اشوف الشاب، حرام ناطرني. يلا اوكي باي. يعني حق هند بتصير بنت البنت؟ يما اسمها بنت بنت. شوفي لك موعد عشان اروح نخطب فاطمه. مسعود ما ادري وي يمي هذه الساعه المباركه. بس يمك من كم من يوم ما كنت باها؟ انا بصراحه ما عارف انا ايش ابي بالضبط. انا ودي اريد مثل الدكاتره العالم هذول مال النفسيين علشان يعرفون نفسيتي انا ايش فيها بالضبط. تحت لها وايد عيال يمي. حار بحار بسير انا وياك الليله نحدد موعد الخطوبه. خلاص قلبي كله يدق يدق يدق. سعيد الحب هو هذا نفس النفس. صدق خالد انت متاكد من قرارك؟ ليش السؤال يا أمي؟ أنت ولادي وأعرفك زين ما زين، إذا مو متأكد 100% عقب كم من يوم بتغير رأيك؟
تبين نصدق ما؟ أنا مو متأكد 100%، بس أحسن من الأول. يا يمه ما حد ضرب إنك على يدينك؟ خذ لك كم من يوم بعد وفكر. لا يمه، خل نمشي الأمور مع فاطمة، لأن فاطمة وقفت معي وقفات ما أقدر أنساها بحياتي. زين يمه، توكل على الله. الحقيقة ما أشوف إن الولد. شكراً. شكراً. تفضلي. شكراً. أنا يعني الحقيقة ما أشوف إن الولد تصرف معك أي تصرف خاطئ بصراحة. إيه بس لما يتكرر الموضوع فوق 100 مرة بالنهار أكيد بيكون غلطان. صحيح، لكن يعني على الأقل هو ما قل أدب عليك. شوفي، أنا الحقيقة يعجبني الريال اللي يدق الباب، اللي ما يتلاعب ولا يلف ولا يدور. هو يا عندك وطلب منك انه يقابل اهلك ويخطبك. حكي بس يجي وقت الجد بيتغير كل شيء. كيف يعني بده يتغير كل شيء؟ يعني شو ممكن يطلب اكثر يعني؟ يعني بيصير يطلب طلعات وفوتات، واليوم هيدا المطعم وبكره هيدا الفيلم. سألني انا عن هالجيل. عن هالجيل؟ على اساس ان انت مش من هالجيل؟ لا انا ماني من هالجيل. اوف، عائلتي من أي جيل؟ أنا بحس بانتماء خطير لجيلكم. من جيلنا؟ جيلنا نحن؟ جيلنا لحية بيضة وجيلنا؟ إيه جيلكم. لا لا، أنا أعتقد أن أنت تبالغين الحقيقة. ولا ما عم بالغ، شباب هالأيام ناقصهم كتير حتى يكتمل عندهم مفهوم الرجولة. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. أنا عندي عيال من هالجيل، لا تخربي لي أفكاري اتجاههم. صدقني أستاذ سيف، شباب هالايام ما عندهم هم بالحياه الا المصاري وكيف بده يغنوا باي وسيله، واي شيء تاني بالحياه بيجري له درجه تانيه، الاهل، الزواج، وحتى النجاح. والمصيبه الاكبر انه بده يحصل على كل شيء بدون اي تعب. بيقضي نص عمره عم يحلم شو ورقه يا نصيب يربحها، ولا بشي اميره ولا وزيره ولا مليونيره تتزوجه. لا 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 لا، شوي شوي، بارك الله فيك، شوي شوي هدي اعصابك. فعليت بس شوي شوي، انت اشوفك انهديتي مره واحده معصبه. مقهورة سيف. عفوا استاذ سيف. دام كذي انا بعد لازم بعد اقول عفوا، لاني قلت لك سولاف من غير ما اقول لك استاذة. يضحكي يضحكي يضحكي، بارك الله فيك، اضحكي، خذي خذي العصير، اشربي العصير واضحكي، خلي هالضحكة هاي ما تفارق وجهك. الحقيقة يعني انت بصراحة يوم تعصبين ترى تصيرين انسانة ثانية. سوري انا زعجتك بمشاكلي. لا لا لا، أنا والله ترى أنبسط، يعني أفرح لما نسمع هموم الناس. عن جد أنت كتير مزوء. والله عن جد أنت كتير مزوءة بعد. أنا مزوء وأنت مزوءة. شربي شربي. أحمد شخصية صعب كتير ينشود، ومش بسهولة أبداً أنه يقبل بهيك فكرة. أقدر أشوف ريم؟ ليه؟ بليز حددي لي موعد وياها باكر. طيب أوكي، إمتى بتكوني فاضية؟ متى ما هي حددت الساعة أنا بضبط وقتي. أوكي عظيم، هلأ بتصل فيها لك يعني. ما توقعناها منك يا أبو أحمد، بنت ياهل مثل ريم تتحكم براسك؟ متى صارت هذه؟ اصبرك يا ابو ابراهيم، هدي هدي، بارك الله فيك. هذا انت جالس تغلط علي وانت جالس في بيتي. انا اقول اللي شفته وسمعته. وشو شفت وشو سمعت؟ اسمعني عاد، انا ريال مربي عيالي احسن تربيه، ما افرض عليهم اي شيء. اسكت لحد يسمعك، افرض ما افرض. اذا الولد كان بنقول ما عليه، لكن هاي بنت، البنت ما تنعطوي. ابوي انا ما يهمني كلام الناس، أنا ما يهمني شي يقولوش وما يقولون الناس، أنا اللي يهموني عيالي، سعادتهم عندي في الدنيا كلها. شو أفرض ما أفرض، أخذتها بشراع ميداف الله يهديك. لو كانت أختي الله يرحمها عايشة أكيد ما بترضى برأيك هذا. أمي الله يرحمها لو كانت عايشة أصلا كان ما سألت على الموضوع. أنا ودي أفهم أنت طالعة عنيدة على منو؟ خالتي
المسألة مو مسألة عناد، المسألة مسألة اختيار، وقلبي ما اختار ولدكم. لا والله، كان يبي لك اللي ربيتش من أول ويديد، بس الشرها مو عليك، على أبوك ما أعرف يربيتش ويعلمك كيف تكلمين الكبار. إبراهيم اللي كل البنات تموت عليه أنت ما تبينه، كيفك أنت الخسرانة. خالتي ترى صارت ساعة هنيني وأنا ساكتة وما قلت شيء. لا والله، تعي خذي لك كفين بعد، لكن مو منك، من إبراهيم الفكر يرتبط بوحدة مثلك. قوم يا ابو ابراهيم قوم، ترى نحن جينا العنوان الغلط. وياك حق يا حرمه، الناس اللي ما يوجبوننا وما يبوننا مالنا يلسه في هالبيت. طوفي ويكون بعلمك يا ابو احمد، هذه بتكون قطيعه من بين اليوم الدين. والله اذا تشوفون هذا رايكم انتوا احرار. بسيطه، الايام من بيننا. الايام بيننا؟ ايش بتسوي يعني؟ والله لو انك مو في بيتي بيك الجواب السنع. الأيام بيننا. هذا لشنو ميانين؟ أنا أدري، أنت عمرك شفت الزواج بالقصب؟ يبا كلم منك أنت، أنت اللي أعطيتهم أمل بالموضوع من الأول، خليتهم يطمعون فيني وعبالهم أنا بأخذ ولدهم. أيب هذه صدقتي. أنا أعترف، أعترف أنا غلط وكل اللي صار هذا بسببي أنا أدري. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أخوي في عندكم مسلسل الحب بقية اللي تنتجه محطتكم. تفضلي أختي، شو تبغين تعرفين عنه؟ بغيت أعرف مكان التصوير. عفوا أنت منو أختي؟ أنا صحفية. كلاس. Yes. Where's my mom and dad? Outside. Give me your mobile. ليش يطلعون؟ يعني هم مو عارفين ان اليوم عيد ميلادي؟ الو هلا حبيبي. وبليش تطلعون وانا راقد؟ ما فيها شيء، انا جيت الدوام وامك راحت عند اختها. لا خلاص ما في مشكله، بس ما تعرف اليوم ايوم؟ بلا عارف، اليوم 6 من الشهر، يعني يوم عادي من ايام السنه. يوم عادي حبيبي. ايش فيك؟ لا ما فيني شيء. يا مع السلامه. ابوي متصل، اكلمك بعدين. يلا مع السلامه.